هاي أول وجود للطائرة الورقية كان بالصين القديمة وباليابان، أما بأوروبا فشهدت حقبة الرينيسانس اختراع أشكال ورقية ممكن تطير. صحيح إنه الأخوين رايت هن يلي اخترعوا الطيارة، ولكن من خلال تجارب على طائرات ورقية صغيرة. بعدهم العلماء لليوم بيعملوا تجارب على هالطائرات ليتعمقوا بدراسة الطيران. عرفت هالطائرات شهرتها خلال الحرب العالمية الثانية بسبب صعوبة توفر المعدن، الخشب والبلاستيك. أبعد مسافة اجتازتها طائرة ورقية هي 69 متر، سجلوها جو أيوب وجونن كولينز سنة 2012، والطائرة كانت مصنوعة من ورقة بقياس A4. أكبر طائرة ورقية صنعها طلاب وموظفين بمعهد براونشويغ الألماني للتكنولوجيا بال 2013، وجناحها بيمتد على 18 متر، واستغرق تنفيذها 1200 ساعة. مين قال إنه الطائرة الورقية بتعوم بالفضاء بخط مستقيم من دون توقف إذا ما اصطدمت بشي؟ أنا قال، شوفكم بكره.